بسم الله الرحمن الرحيم. شباب مبادرة نيو كامرز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم تمام؟ مبروك عليكم دخول الكلية. احنا معاكم هنا هنتكلم معاكم على مواد كلية طب الفم والاسنان، وخصوصا المواد بتاعة سنة اولى. طبعا في زمايل لينا تكلموا عن مواد تانية، ولكن انا هتكلم عن مادة الاناتومي. قبل ما نبتدي نتكلم هحب اعرفكم بنفسي. انا اسمي امنية صلاح، في سنة رابعة كلية اسنان جامعة النهضة في بني سويف. هنتكلم عن الاناتومي. طيب الاناتومي، ايه هو الاناتومي اصلا؟ احنا عارفين ان الاناتومي دي كلمة لاتينية، طب معناها بالعربي ايه؟ معناها علم التشريح. طب انا باخدها ليه؟ يعني انا كطالب اسنان انا باخدها ليه؟ اولا لازم تبقى عارف ومتيقن انت داخل الكلية ان انت دكتور، وبالتالي هي الكلية حتى اسمها طب الاسنان، يعني منقسمة لحاجتين، طب واسنان. انت بالتالي في الطب لازم تبقى عارف ويبقى عندك خلفية عن كل مواد الطب، زي الاناتومي، الفسيولوجي، الهيستولوجي، والفارما اللي هي الفارماكولوجي. لازم تبقى عارف كويس جدا المواد دي، حتى لو انت مش هتتعمق فيها لان هي مش تخصصك، بس لازم يبقى عندك معلومات بيزك يعني تتسند عليها علشان تبقى دكتور كويس. طبعا علامات الدكتور الناجح ان بيبقى عارف عن التخصص بتاعه وعن عارف عن تخصص غيره. فاول حاجة انت بتاخدها في سنة اولى مادة الاناتومي او علم التشريح. طيب الاناتومي هنا دي كلمة لاتينية بما يساويها بالعربي علم التشريح. طب انا دلوقتي علم التشريح، التشريح دي جاية منين؟ كلمة تشريح لو جبنا الاصل بتاعها كلمة شرح، هنجيبها على سبيل المثال. عندك صندوق، الصندوق ده مقفول ومش عارف تفتحه باي شكل من الاشكال، هتعمل ايه؟ هتجيب مقص او هتجيب كتر مثلا، وتروح تقطع الصندوق من النص او من على الجنب او من اي حتة علشان تفتح الصندوق، وهتفتحه طبعا بشكل مستقيم او بشكل مائل مثلا، يعني هتعمل خط. بعد ما اتكلمنا عن الاناتومي وعلم الاناتومي هندي امثلة. المفروض ان احنا في الاناتومي هندرس ايه؟ هندرس كافة اجهزة الجسم المختلفة اللي احنا اخدناها في الاحياء من سنة اولى لحد سنة ثالثة، زي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي، ومعاهم العظام والعضلات. طبعا اسمائهم بالانجلش مهمة ولازم نعرفها، انت اكيد مش تبقى دكتور تقوله الجهاز الهضمي، فتبقى عارف ان الجهاز الهضمي هو الدايجستيف سيستم، الجهاز التنفسي الريسبيراتوري سيستم، الجهاز البولي اليوناري سيستم، والجهاز الدوري السيركيوليشن سيستم، والريبروتكتيف سيستم اللي هو الجهاز التناسلي سواء الميل او الفيميل، الذكر او الانثى، والعظام والعضلات اللي هما البون اند ذا موس. بعد ما ذكرنا السيستمز بتاعتنا احنا هندي امثلة عن الدايجستيف سيستم، هندي مثال على الريسبيراتوري سيستم، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. هنتكلم عن الجهاز الهضمي يتكون من ايه وهنوريكم صور، وكذلك برضو الجهاز التنفسي. هنا معانا صورة عن الدايجستيف سيستم، الاناتومي بتاعها بتتكون من ايه؟ فبتتكون من الماوس، الفم، والاسوفيجس، المريء، الاستومك، المعدة، الليفر اللي هو الكبد. طبعا كل ركزوا هتلاقوا كل رقم في العضو بتاعه. بعد كده رقم 5 البنكرياس، كل سمول انتستين رقم 6، واللارج انتستين رقم 7، والانس رقم 8. لازم تبقى عارف كل سيستم بيتكون من ايه، الاورجنز بتاعته، ولازم تبقى عارف البوزيشن بتاعها فين، علشان انت لما هيجي لك عيان العياده ويقول لك يا دكتور الحقني بطني وجعاني، جنبي وجعاني، جنبي اليمين، جنبي الشمال، فتبقى عارف كويس هو بيشتكي من ايه، ما تبقاش بس دارس وعندك المعلومه وخلاص مش عارف توظفها فين. فده برضو من فايده الاناتومي، انت لازم تبقى عارف مكان الاورجان فين ظاهريا، عشان لما العيان قدرا جه اشتكالك من حاجه تبقى عارف تتصرف معاه. يبقى كده ده نموذج مصغر من الديجيتال سيستم، هتاخدوا تفاصيل فيه كتير غير الاسماء، تاخدوا البوزيشن بتاعه زي ما ذكرت سابقا. تاني حاجه هنتكلم عنها الاناتومي اوف ريسبيراتوري سيستم
او الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي عايزين نعرف من ناحية الاناتومي بيتكون من ايه. الريسبيراتوري سيستم، عندنا صورة موضحة، انا جبت ابسط صورة. عندنا الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي بيتكون من الانف او التجويف الانفي اللي هو النيزل كافيتي، وبعد كده بيدخل في الفارينكس اللي هو عندنا الفارينكس، الفارينكس اللي هو البلعوم، وبعد كده اللارينكس اللي هي الحنجرة، وبعد كده بننزل تحت في حاجة اسمها تراكية اللي هي القصبة الهوائية، وبعد كده بندخل بنلاقي اللونج اللي هي الرئتين، وبعد الرئتين الرئتين بقى عندنا هنا بقى الاناتومي اوف هيد اند نيك. ودي بقى الحاجة اللي هتكمل معاك ولازم تبقى مذاكرها كويس ولازم تبقى عارفها وحافظها وهتفيدك جدا جدا في التخصص، لما لو انت ان شاء الله مثلا او انت عايزه تتخصص وبعد كده جراحه، جراحه وجه وفكين، اورال ماكسيلوفيشال سيرجري، فلازم تبقى عارف كويس جدا الاناتومي او التشريح بتاع الراس والرقبه. فالاناتومي هيد اند نيك، عندك برضو بتدرس في هيد اند نيك انواع العضلات الموجوده في عضلات الوش وعضلات الرقبه لحد الكتف، بتبقى عارف العضلات دي، العضله اللي فوق العين والعضله بتاعه الخد والعضله بتاعه الرقبه. عندنا صور، اول حاجه انت بتاخد الجزء اللي هو السكالب او الجمجمه، تيجي تتكلم فيها بقى عن ايه اللي موجود مثلا قدامك. زي ما انت شايف الجزء الاصفر ده اللي هو الجزء الفرونتال، الجزء الامامي. عندك بعد كده اللونها موف دي، ده عظمه المجزلة. بعد كده لونها ازرق، دي عظمه الزيجوماتيك. بدون استطراق لمصطلحات كتيره هتبقى صعب وتقيل عليك، بس تبقى عارف ان انت لما هتدرس الجمجمه يبقى بتدرس الجمجمه دي علشان تبقى عارف العظم بتاعها ده اسمه ايه، ان انت تبقى عارف الخرم اللي فيها اللي هي بنسميها الفورامين. الفورامين دي بتعدي عليها اعصاب نيرفز اند فيزلز، فيزلز يعني اوعيه دمويه. بعد كده بقى بتدرس الاعصاب النيرفز اند فيزلز، الارتري والفين، الاورده والشرايين اللي يعني بتغذي المنطقه دي، بتغذي بقى انت بتغذي الرقبه، بتغذي الوش، لان انت مهم جدا لما تيجي بعد كده بتدي انستيزيا او بتدي بنج بعد كده في سنه رابعه او في خمسه لازم تبقى عارف انت هتدي فين. لازم انا بعمل تخدير في المنطقه دي، فلازم تبقى عارف المنطقه دي فيها ايه بالظبط، فيها ايه نيرفس، فيها ايه اعصاب، وفيها ايه اورده وشرايين، artery and veins. طبعا دي رسمه كبيره وهتاخدها برضو، دي الاعصاب اللي هو الفيزلز artery and vein اللي موجودين في الفيس، موجودين في وشك. لازم تبقى عارف كويس ايه الاعصاب اللي موجوده في وشك وايه الاعصاب اللي موجوده في المخ، لان ده برضو دي حاجات لما بتحصل حوادث حاجات من دي بتاثر عليها، انت بالتالي لازم تبقى عارف اللي جاله شلل ده جاله شلل بسبب ايه، العصب اللي في الوش ده ايه مشكلته. لو جالك حد وش وارم او انت مثلا بتعمل جراحه لازم تبقى عارف اماكن الحاجات دي فين. فاختصارا كده الهيد اند نيك اهم فرع في الاناتومي ولازم هتدرسه، هيبقى مهم جدا 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 معاك ولازم تذاكره. هتبقى المصطلحات معاك رخمه في الاول، ولكن انت مع دخولك الاول انت تدرس الاول طبعا الجنرال اناتومي عادي، فهتلاقي نفسك وانت داخل هيد اند نيك اشبعت عندك مصطلحات كفايه ان انت تعرف تدرس الماده دي. هنتكلم دلوقتي عن الترمينولوجي او المصطلحات. لازم يبقى في حاجة مهمة قبل ما ندخل على مصطلحات الاناتومي ولازم نبقى عارفينها، ان وانت بتذاكر هتقابلك مصطلحات والفاظ غريبة جدا، خصوصا ان انت مثلا لو انت طالب كنت بتدرس بالعربي عكس مثلا الطلاب اللي هما بيدرسوا باللغات، فبالنسبة لهم هيبقى الموضوع صعب بس مش قوي. فبالتالي لازم تبقى عارف كويس جدا انت هتتعامل ازاي مع المصطلحات دي، وعشان تبقى فاهمها وتبقى فاهم الحاجة اللي انت بتذاكرها. فانا هنصح نصيحة، ان انت مثلا وانت بتذاكر قدامك مصطلح غريب، اول حاجة تعملها ان انت تترجمه، ويعني بننصح دايما بالقواميس الطبية مش جوجل ترانسليشن، ان جوجل ترانسليشن بيترجم ترجمة حرفية،
انت ممكن تديله كلمة طبية تديك معنى تاني غير اللي انت عاوزه. فانت نزل قواميس طبية عندك على الموبايل او اشتري قواميس طبية لو انت من محبي الورقيات، وابتدي دور على الكلمة واعرف معناها عشان وانت بتذاكر تبقى سهلة بالنسبة لك. او بعد كده في الشرح لما تيجي مثلا الدكتور شرح محاضرة بيتكلم فيها مثلا عن سيستم معين من السيستمز اللي موجودة جوه الجسم، فهو ابتدى يقول مصطلحات طبية وانت بتسمعه، فانت تعرف بقى ان هو بيقول المصطلحات دي هو بيقول ترجمتها في العربي، فانت تسجل وراه. ولما تيجي تروح بتبيض المحاضرة وبتكتبها، فانت بتكتب المعنى اللي بالعربي وبالانجليزي. شوية شوية هتتعب قوي في الموضوع ده بالذات مثلا في اول كام اسبوع في سنة اولى، ولكن بعد كده هتلاقي الموضوع سلس وهتلاقي نفسك اتعودت على المصطلحات دي، سواء مصطلحات متعلقة كمادة زي الاناتومي او المواد التانية او بعد كده مواد اسنان. طيب احنا المصطلحات الخاصة بينا اللي هي بتاع اناتومي، فعندنا اتنين، عندنا مصطلحات اناتوميكال تشريحية ليها علاقة بالبوزيشن بالموضع، وليها علاقة بالموفمنت اللي هي الحركة، وهتجيلنا في السلايد قدام. فعندنا في البوزيشن كذا حاجة، عندنا الانتيريور والبوستيريور. انتيريور والبوستيريور يعني قدام وورا، عندك ميديال ولاترال، ودول هنعرف هنفرق ما بينهم ازاي، هنشرح دي محتاجة شرح. وبعد كده في السوبيريور والانفيريور اللي هو فوق وتحت، وبعد كده في البروكسيمال والديستال والسوبرفيشال والديب. احنا هنتكلم عن المثالين بتاع الانتيريور والبوستيريور والميديال واللاترال. عندنا في الصورة هنا من ناحية ايديكم اليمين عندنا في خط وهمي في النص، تمام، قاسم الجسم نصين، قاسم يمين وشمال والجزئين قد بعض، مفيش حتة اكبر من حتة. الخط الوهمي ده بنسميه ميد لاين. احنا ليه قسمنا الجسم؟ علشان احنا عايزين نعرف فين الميديال وفين اللاترال. كل ما يبقى الاورجان العضو بيبقى في الجسم قريب من الميد لاين، فاحنا بنسمي ان العضو ده ميديال في الجسم. لكن لو هو بعيد عن الميد لاين يبقى احنا بنوصف البوزيشن بتاعه ان هو لاترال. برضه هنيجي نتكلم عن حاجه تاني زي الانتيريور والبوستيريور. مثلا لو هنتكلم عن حاجه في تخصصنا احنا كطب اسنان، المفروض عندنا ماده اسمها دنتال اناتومي او دنتيشن، هيومن دنتيشن. ففي الدنتيشن انتوا المفروض بناخد حاجتين، الاسنان عموما التيث، في انتيرير وفي بوستيرير. فالانتيرير هي عباره عن الاسنان الاماميه اللي هي بتتكون من القواطع والانياب اللي هي انسايزرز اند كاناين. البوستيريور اللي هما اللي ورا اللي هما الضروس، دول اللي ورا، دول بنقسمهم بالبريمولر ومولر. بالتالي احنا حددنا الانتيريور والبوستيريور برضو من البوزيشن، اللي من قدام سميناهم انتيريور واللي من ورا سميناهم بوستيريور. برضو لو اتكلمنا على الجسم، انت عندك في عضو عندك قدام او مثلا من قدام وفي عضو عندك ورا، فانت بتحدد برضو بالانتيريور والبوستيريور. برضو عندنا حاجة زي السوبيريور والانفيريور. انت زي اللي في الصورة اللي عندنا على ايدينا الشمال، قسمت الجسم ترانسفيرس بلين، تمام، يعني قسمته بالنص بس بالعرض، فعندك نص فوقاني ونص تحتاني. فاحنا عندنا النص الفوقاني ده فوق بنسميه سوبيريور، لكن اللي تحت بنسميه انفيريور. بعد ما اتكلمنا عن الاناتوميكال تيرمز ريليتد تو البوزيشن بالنسبه لموضع الاورجان او موضع الجسم، هنتكلم دلوقتي عن الاناتوميكال تيرمز ريليتد تو الموفمنت، نتيجه الحركه. يعني دلوقتي بتشوف العيان بيتحرك قدامك، بتشوف حركه ايده وحركه رجله، فانت بالتالي كدكتور فاهم اناتومي هتبقى عارف الحركه دي اسمها ايه، ودي بعض المصطلحات اللي عندنا. عندنا فليكشن واكستنشن، عندنا ادكشن وابدكشن، عندنا ميديا روتيشن ولاترال روتيشن، وعندنا بروتراكشن وريتراكشن، وعندنا اليفيشن وديبريشن، وكل كلمه والتضاد بتاعها. عندنا البروتراكشن والريتراكشن يعني حاجه طالعه لقدام وراجعه لورا. البروتراكشن حاجه طالعه لقدام، مثلا انت طلعت ايدك لقدام، والريتراكشن رجعت لورا. الاليفيشن اند ديبريشن،
انا جا في بالي مثلا ان انت قدامك عيان بيتنفس، وهو بيتنفس بيرفع بطنه فبيعملها الفيجن، ولما بيتنفس طبعا بياخد الشهيق وبيطلع الزفير، بطنه بتنزل فبتعمل ايه ديبريشن، يعني بتنزل لتحت. برضو هنشبهها بحاجة عالية وحاجة واطية. حاجة مثلا ديبريشن يعني حفرة صغيرة، والإليفيشن يعني تبة كبيرة. بعد كده الفليكشن والاكستنشن والادكشن والابدكشن والميديال روتيشن واللاترال روتيشن هيبقوا واضحين في الصور اللي بعد كده. معانا هنا الصورة اللي على ايدك الشمال، عندنا جسم الانسان اهو موجود، والمفروض ان انت هتطلب منه ان هو يفرد دراعه. فحركة فرد الدراع دي احنا بنسميها اكستنشن، ان انت بتفرد دراعك، وبالتالي اكستنشن اصلا ليها معنى نفسه اللي هو امتداد. لكن لو طلبت منه ان هو يضم دراعه هيضمها، الحركة دي اسمها فليكشن، فبالتالي الحركتين عكس بعض. الادكشن والابدكشن، الادكشن دي ان انت بتطلب منه ان انت بعد ما هو رافع ايده زي ما انت واضح في الصورة كان عامل ايده فاردها ابتدى يقربها، فلما بيقربها احنا بنسميها ادكشن. لكن الدراع ابتدى يبعده ويفرده بنسميها ابدكشن. في فرق ما بين البي والدي، دايما بيقول لك البي يعني ابعد، وبالتالي انا ببعد فبسميها ابدكشن، ببعد الدراع. لكن الدي اللي هو بقرب، وبالتالي الدراع بيبقى ايه جنب الجسم. عندنا بقى الروتيشن، عندنا ميديال ولاترال. احنا عارفين ان في حاجة في النص وخط وهمي اسمه ميد لاين، وبالتالي لما اعمل روتيشن حوالين الميد لاين او ناحية الميد لاين بسميها ميديال روتيشن. لكن لما اعمل روتيشن بعيد عن الميد لاين بسميه لاترال روتيشن. وبكده نكون انهينا البرزنتيشن بتاعتنا البسيطة، واتمنى يا رب ان انا اكون شرحت على قد ما اقدر. الاناتومي تعتبر ماده كبيره جدا وتفاصيلها كتيره جدا، وبيبقى الواحد مش عاوز يسيب تفصيله صغيره، او يعني مش عاوز صغيره تفصيله كبيره فيها الا ويكون الواحد عارفها. فاتمنى يعني اكون سلسه في توصيل المعلومه وان انا وصلتها بشكل صحيح. ونشوفكم على خير، وربنا يوفقكم ويكرمكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه وتجيبوا تقديرات عالية وتبقوا دكاترة أسنان شاطرين. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.